هل المثلث قائم الزاوية نعم أم لا؟ نعم نعم ها؟ نعم هل المثلث قائم الزاوية؟ نعم 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 لأن الزاوية تنطبق مع الزاوية القائمة نعم. للقوس. نعم. الآن هل المثلث متساوي الساقين؟ بأي أداة سأتأكد؟ بواسطة البركار. البركار. هيا قس الضلع أو أ والضلع بي سي وحدد إذا ما كان الضلعان متقايصان. ضع على بي سي، ضع الطرف الجاف على بي أو على سي. دعني أمسك البركار. نعم هيا دون تغيير فتحة البركار ضعه على أسي. نعم 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 إذن ما قاله ياسين صحيح صحيح. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن المثلث ABC قائم الزاوية ومتساوي الساقين في سي. سي قائم الزاوية في السي. نعم لأن الوتر يمر من المركز. بقي لدينا هل هو متساوي الساقين؟ نعم 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 نستنتج أن المثلث ABC قائم الزاوية في السي ومتساوي الساقين في السي. شكرا. هذا تمرين في الصفحة رقم 19 من كتاب الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي. إلى اللقاء.